بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بغيت نصايب واحد الطاجين وبغيت نشاركه معكم. راه كيجي زوين ولذيذ. ها هو كي تيجي. بسم الله على بركة الله. دابا غندوزو المقادير. عندي هنا كيلو ونص تاع اللحم، ربع كاس ديال زيت المائدة، شوية المعدنوس، ما كنديرش القزبور، وعندي هنا بصلة محكوكة، جوج دروس ديال التومة، وفي العطرية عندي هنا البزار، الملحة، سكنجبير، مروزية، الخرقوم البلدي، جوج عويدات ديال ورقة موسى، جوج عويدات القرفة، وعندي هنا ضمة ديال الزعفران، وشوية البوزة. شوية البوزة راه كتجي زوينة في مع اللحم. بسم الله، كندير هاد الدويمة ديال الزعفران، هاد هو القرفة، ورقة موسى، والعطرية، ندير شوية البوزة راه كتجي زوينة. اللي عندو لبسيديسا يدير لبسيديسا، أنا ما متوفرش عندي لبسيديسا، دفع البوزة راه كتجي زوينة. غنحك هاد الدروس تاع التومة، نزيد الربيع، نزيد شوية الماء. الزيت ما كنديرهاش دابا، ما كنديرها حتى الاخر، حتى تقلى لينا اللحم شويه عاد كندير الزيت. نشرملوها مزيان بهاد الشرموله، ندخلو فيها هاد الشرموله مزيان، هاد العواد راه كنديرهم غير هكا طيب لينا اللحم، ونحيدو دوك العواد تاع القرفة وورقة موسى. دابا غنزيدو البصلة ونردها فوق البوطة، الزيت من بعد ما غاديش نديرها دابا. وعندي المشمش للتزيين. بسم الله، ها هو اللوز باش غنزين الطاجين ديالي. راه قشرتو، درت ليه الماء سخون وحيدت ليه القشره، دابا غنديرو في الزيت بارد عاد غنديرو فوق البوطه. ما عمركم ديروا اللوز في الزيت سخون. ها هو دابا غنردو فوق البوطه باش يتحمر. ها هو دابا بدا كيتحمر، نقص عليه العافيه، العافيه غير مهيله باش يتحمر لينا من الداخل. الطاجين ديالي من بعد ما طاب ها كيتيجي، راه مضغمر شتي، راه كيجي زوين، واللحم راه طاب. بسم الله، المشمش ها هو عسلتو مع شويه القرفه، غير العويدات ما كنديرش القرفه غبره. بسم الله، كندير البيض مسلوق اللي قطعته على جوج،
كنزيد اللوز الطاجين ديالي من بعد ما طاب، زوقتو بهذا المشماش والبيض، وكنتمنى يعجبكم وديروا لي نجيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. وبالصحه والراحه وعواشركم مبروك، الله يدخل علينا هذا العيد بالصحه والسلامه يا ربي وراحه البال، ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي.